في هذا المقام وجهت حياته وهي التي شجعته ليقوم بهذه المسألة. تفضل يا اخوتي استاذ ذاكر. الفجاج دق طار ودعوهم ودق طار زاروا للنبي سلموا ان شاء الله هذا الذي يفعلوا ادعوا لنا نجوا ايدين والوب لنا طيب نحن في الختام بنتبرع لاخونا بادكر ب 500 جنيه مساهمه في هذا الامر نسلم له بعد يومين ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. أهلي وعشيرتي وإخواتي المرأة من قيادات وبنات الطالبات وآبائي الكرام أخواني في الشرطة المجتمعية أخي رئيس الشرطة في المنطقة عبركم أحيي أخي ممثل المعتمد الشيخ عمر محمد بخيت الذي كان يرافقنا في أي مكان لكن حضوره لهذا المكان يختلف لأنه يا أخواننا أخونا عمر نسيبكم مزوج أفراح بالعمي أحمد والدلماري يعني حضوره للمنطقة ما كان حضور ممثل معتمد فقط بل ابن ونسيب لهذا البلد أو لهذه المنطقة. وكنت أتمنى أخي خالد أن تقدمني ليس بحرم عبد الرحمن حسب الرسول أنا يلينني شرف إني أكون حرم السيد عبد الرحمن لكن كنت أتمنى أن تقدمني أنا ابنة الحسين والعلي والحسين ابنة علي والذالم ابنة محمد والذالم ابنة أولاد مرتضى. أنا أتمنى ذلك أخي أمين الطلاب. أنا بنت الحسين آدم ولست حرم مثلا للسيد عبد الرحمن. انا كنت اتمنى ان تقدمني بنت الحسين ادم واتمنى بنت هذه المنطقه اكراما لاهل هذه المنطقه واكراما لهذا الشيخ الجليل واكراما لاستاذ باوكر الذي اشتغلت معاه يوم من الايام في امتحانات الطلحه سنه 2003 او 2004. انا كنت مشرف على شغل بتاع التعليم وكان معي اخي الاستاذ والعم الاستاذ بابكر عبد الله أكان المدير الوحيد الذي يحرص على طلابه وعلى تلاميذه وعلى ممتحنينه كان يتفقدهم نفرا نفرا يحرص كيف امتحن التلميذ وكيف طلع. كان يتصل بي كثيرا بعد شغله في العمل العام ليتفقد أحوال المنطقة أحوال المرأة في المنطقة شغالة كيف الخلاوي ماشية كيف. كنت بتلقى تلفوناته وانا مطمئنه على انه الحسين آدم وعلى انه شرق الجزيره فيها كنز مثال استاذ بابكر عزانا فيك انك كالمطر اينما هطل انبت والله العظيم. وانا اتمنى من ناس الحسين آدم ومن محليه شرق الجزيره اخي عمر بعد المعاش ان يتعاون معكم في المدارس. هذا الشيخ كنز التحية لك شيخي الجليل وأستاذي
ورفيق دربي في العمل التعليمي آنذاك. التحية لحرمه المصون السيدة آسيا التي كنت أداعبها كثيرا، إنني أريد هذا الرجل.